بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة رقم 38 اللي هي remove item. remove نريد نحذف item من لو آخر واحد لو أول واحد. راح نأخذ هذا اللغات هذني وهذا array، واجينا طبعنا هذا الاري. ايش صار من طبعنا الاري؟ راح كان الاوتبوت هو هذا الاري. اي هذول طبعا سنتكس مالته هذا هو اري بوب اري. اذا اجينا هنا قلنا اري، وين بالاكزامبل الاول اري بوب الاري. الاري هو هذا الاري مال اللغات، وجينا طبعنا هنا. ايش طبعنا؟ طبعا نفس الاري هذا، نفس الاري بس محذوف منه هو ببايثون. كان شوف طبعا هنا البايثون معكم، يعني شنو يعني سوى ريموف لاخر واحد. الخطوه الثانيه او الاكزامبل الثاني اللي هو اري شيفت. الاري شيفت ايش راح يسوي؟ راح يلغي اول واحد. احنا شو قلنا له؟ قلنا له اسوي لنا اري شيفت لمن هذا الاري، وخلينا يا براي جديد اللي هو سميناه فيرست فيرزنت. ايش راح يسوي؟ راح ايش يسوي؟ ياخذ هذا الاري ويخليه يعني اللي يحذفه راح يخليه بهاي. وطبعنا وبعدين طبعنا نفس الاري ايش بقى؟ نشوف هذا الاري، الاري ما بي اول واحد. اول واحد هو شنو كان؟ اول واحد هنا بي اتش بي. بي اتش بي مو موجود. بي اتش بي شوف كان موجود هنا شنو؟ ما موجود. وهنا بي اتش بي كان موجود صح. اذا ايش صار؟ صار حذفنا اول واحد، وبعدين هنا شنو اجينا طبعنا هذا اللاست. ايضا نقدر نطبعه بنفس هاي الطريقه، بنفس هاي الطريقه نسوي برنت لللاست لاست لاست لانكس. يعني هذا البوب، هذا البوب وين البوب؟ هذا هذا البوب، هذا راح اخليه مثل هذا، نسوي له لاست، ونقدر نطبع اللي انحذف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.